أهلا بكم في هذه التغطية التي نرصد فيها أحداث اليوم 231 للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. طلبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح بشكل فوري. وأضافت المحكمة إنه بحسب معاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي، محذرين من عدم تطبيق إسرائيل الأوامر التي تم إصدارها سابقا. هذا وقالت محكمة العدل الدولية بأن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب. أضافت المحكمة بأن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف، ما أدى إلى موجة نزوح تقدر بنحو 800,000 مواطن فلسطيني. المحكمة اعتبرت الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان ويعرض المدنيين للخطر. وأكدت المحكمة أن جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر، وأن برنامج الأغذية العالمي أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح. وينضم إلي من حدود غلاف غزة مراسلنا عبد الكريم الطيناوي. تحياتي لك عبد الكريم، آخر التطورات الميدانية وصورة المشهد لديك عبد الكريم، تفضل. وسام، هو بالفعل يعني صافرات الإنذار التي دوت في منطقة نتيفها عسرا، وذلك بعد ساعات من الهدوء في بلدات الغلاف، لكن يعني هذه الصافرة التي سمعناها قبل قليل في تلك المنطقة وسام يعني تأتي بعد يعني أسبوع يعني مليء بالصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه بلدات الغلاف، ومنها بصورة شبه مستمرة إلى مدينة زروت. لكن هذه العملية التي تدور الآن في شمال قطاع غزة لا سيما في جباليا، وكذلك الطيران الحربي التي تحوم في المنطقة، ربما هي من يعني حدت من كثافة هذه الصواريخ التي باتت تطلق خلال الأسابيع الأخيرة بصورة مستمرة. لكن في جنوب القطاع أيضا يعني في منطقة رفح أيضا تدور هنالك قتال وعمليات عسكرية موسعة إسرائيلية، وكذلك غارات مكثفة تشنها الطيران الحربي، وذلك في إطار الرد الإسرائيلي على يعني أمر المحكمة، محكمة العدل الدولية، بإيقاف العمليات العسكرية في منطقة رفح. هذا ما رفضته إسرائيل يعني، وأيضا يعني في بيان يعني وزارة الخارجية الإسرائيلية وكذلك مجلس الأمن القومي وكذلك مكتب نتنياهو أجمعوا على أن يعني هذه يعني الاتهامات التي اتهمتها يعني إسرائيل، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام المحكمة بأنها يعني غير صحيحة وكاذبة. وأيضا يعني هذا القرار، أيضا قرار المحكمة، وصفت في إسرائيل بالشنيعة، ووجدت رفضا يعني من قبل الحكومة وكذلك أعضاء في الكنيسة وأيضا من المعارضة أيضا يعني. والآن هنالك مساعي واتصالات حثيثة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة هذه المستجدات. لكن عمليا إسرائيل يعني ذكرت بأنها ماضية في هذه الحرب وستوسع عملياتها، وهنالك العديد من الوزراء تحدثوا على أن العملية العسكرية وتوسيع العمليات، وبعضهم ذهب حتى يعني احتلال منطقة رفح مثل ما ذكر يعني إيتمار بنغفير وكذلك سموتريتش، أيضا ذكر بأن هذه الحرب هي حرب وجودية، ومن تقول لإسرائيل يعني يجب أن تتوقف عن المضي في القتال كأنه يقول لإسرائيل يعني يعني لا تتواجدي، او يعني 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 كمن يريد نهايه اسرائيل. ورفض الوزير هذا الامر، لكن هنالك ايضا مع الرفض هنالك ايضا يعني بعض الانتقادات للحكومه، مثل ما جاء على لسان وزير الامن السابق أفيغدور ليبرمان الذي تحدث ورفض هذا القرار. لكن في ذات الوقت يعني تساءل بان يعني اسرائيل الان تخوض واحده من يعني الحروب العادله، مع ذلك هنالك شبه إجماع دولي ورفض لهذه الحرب، وذكر بأن هذا ما أوصلتها يعني أوصلت إسرائيل إلى هذه النقطة سلوك بعض يعني الوزراء في الحكومة. نعم، يتفق معه في ذلك أيضا يعني نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، أيضا تحدث على أن تصريحات القادة الإسرائيليين هي من يعني ذهبت بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.
عبد الكريم الطناوي مراسلنا من الحدود مع غلاف غزة، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وانتقل الآن إلى قطاع غزة والصحفي المختص بالشأن الفلسطيني ضياء حسن. تحياتي لك ضياء. إذا ضياء، صورة المشهد الآن في قطاع غزة والقصف المحتدم للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة أبرزه حتى في رفح، تفضل. ضياء؟ نعم نعم، سنعود بعد قليل إلى ضياء. إذن هناك خلل تقني، أريد أن أتوجه لضيفي أمير أورن خبير في الشؤون السياسية والأمنية، تحياتي لك. بداية أريد أن أعود لك إلى يعني قرار المحكمة العدل الدولية التي أشارت إلى وقف العملية في رفح، وبين أيضا انتظار المحكمة الجنائية التي ربما سترصد يعني ستصدر اعتقالات بحق نتنياهو وجالانت. كيف تقيم العملية الآن في قطاع غزة وتحديدا في رفح؟ حدث أمر لافت. المحكمة اليوم خلصت المدة التي كانت تنتظر، لم يهتم بأي شيء، لا توجد أدلة للمحكمة. لماذا هذا القرار مهم؟ لأن إسرائيل فخورة بأن إخلاء المواطنين من رفح هذا الأسبوع تم وفق إسرائيل بشكل جيد، لم يصب مدنيين كما كان هناك خوف. لكن ما هو ادعاء المحكمة؟ ما يزعج المحكمة هو ليس ما الذي يحدث حينما يدخل الجيش إلى رفح وتدخل وتبدأ اشتباكات ويصاب المدنيين، لكن ما الذي يحدث في الأماكن التي من المفترض أن يتم إخلاء النازحين إليها، نصف مليون مواطن، نصفهم أطفال، هم يقولون في المنطقة المواصي لا يوجد أماكن ولا مياه كافية، لذلك يوجد خطر أكثر من ذلك. المحكمة تجاهلت ما الذي يحدث في الشمال في جباليا أو في غزة في الزيتون، ويركزون على رفح. اسمح لي أن نعود مرة أخرى إلى قطاع غزة والصحفي المختص في الشأن الفلسطيني ضياء حسن. إذن ضياء، صورة المشهد لديك حتى اللحظة في قطاع غزة. نعم، يعني كان هناك طواقم الدفاع المدني انتشلت 8 شهداء على الأقل من أحد المنازل في حي الدرج بشرق مدينة غزة. هذه الغارة تزامنت مع غارة أخرى أيضا في مخيم جباليا استهدفت مجموعة من الصحفيين كانوا يحاولون تخطيط الأحداث داخل المخيم، وخاصة أن قوات الاحتلال اعتقلت 200 مواطن من داخل مدارس البوقة، وهي المدارس التي تحاصرها في المنطقة الغربية لمخيم جباليا. وعند محاولة الصحفيين التغطية مغادرة بعض النساء والأطفال وإجبارهم على النزوح إلى غرب مدينة غزة، قامت طائرة مسيرة إسرائيلية باستهدافهم ما أدى إلى إصابة مجموعة من الصحفيين المصورين. أيضا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة للمرة الرابعة أو الخامسة على التوالي في غضون فترة قصيرة، القوات الإسرائيلية تبدأ عملية توغل جديدة في حي الزيتون. هذه العملية هي الرابعة أو الخامسة التي تحدث في فترة قصيرة في تلك المنطقة، رغم أن القوات الإسرائيلية قبل يعني فقط أسبوع تقريبا أنهت عملية هناك، إلا أنها هي الآن تتقدم، يعني القوات الإسرائيلية تقدمت 100 أمتار داخل الحي، ويبدو أنها ستوسع عمليتها العسكرية هذه الليلة أو غدا أو يوم غد باتجاه الحي جنوب مدينة غزة. يأتي كل ذلك في بعد ساعات من عملية قصف جوي عنيف شهدتها وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه العملية خلفت عدة إصابات ولم يتم انتشال أي شهداء حتى اللحظة، ولم يصل إلى المستشفيات أي شهداء نتيجة تلك الغارات العنيفة، رغم أن الحديث كان يدور عن اغتيال شخصية كبيرة، إلا أنه لم يتثبت ذلك من أي مصادر فلسطينية مؤكدة أو دقيقة أو لديها معلومات موثوقة حول ما جرى في تلك المنطقة. أيضا قبل قليل اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وهذه الاشتباكات لازالت مستمرة وسط قصف مدفعي مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية في تلك المنطقة. هذه هي أبرز التطورات الميدانية في الساعات القليلة الماضية. لكن على المستوى ربما الذي يتعلق بالواقع الإنساني، لا زالت منطقة شمال قطاع غزة تشهد يعني فعليا بداية عودة للمجاعة بشكل حقيقي، مع استمرار منع إدخال أي مساعدات أو حتى الخضار أو منع حتى البضائع التي تنقل للتجار من قبل معبر كرم أبو سالم في جنوب قطاع غزة تمنع بالوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة.
ابقى معي. نعم. كأنها عودة من جديد إلى المجاعة. نعم. ضياء ابقى معي، سأعود إليك أيضا في هذه النشرة، ولكن هناك أيضا جبهة أخرى مشتعلة في إسرائيل وهي الجبهة الشمالية، ويتواجد هناك بليغ صلاحدين مراسلنا على الحدود الشمالية الإسرائيلية. تحياتي لك بليغ، صورة المشهد لديك وآخر تطورات الميدانية، تفضل. نعم وسام، في هذه الدقائق بالضبط انفجارات عنيفة هنا تسمع في الشمال، وبحسب المصادر يبدو أن الحديث عن ضربات إسرائيلية في الجنوب اللبناني، وهذا هو مصدر هذه الانفجارات. في يعني الحديث هنا عن بلدة الصلحاني بالقرب من مروحين، وكذلك هناك غارات على عيتا الشعب بحسب المصادر اللبنانية. هذا اليوم الذي كان مليء بالهجمات يعني من قبل حزب الله على مواقع إسرائيلية 10 مرات على الأقل، أعلن حزب الله مسؤوليته عن ضربات تجاه الشمال الإسرائيلي. كان هناك سقوط لصواريخ في كريات شموني في المنطقة الصناعية بالتحديد هناك، كذلك في ملكية، وأيضا منازل تعرضت لأضرار كبيرة في دافيف، كذلك على الحدود الإسرائيلية اللبنانية قريبة جدا من الحدود، ولكن لا يوجد إصابات بشرية جراء هذه الضربات على الأقل حسب التقارير الإسرائيلية حتى الآن. حزب الله من جهته أيضا يعلن في هذا اليوم مقتل 2 من عناصره كذلك، ولكن نقطة أساسية اليوم هي يعني حتى الآن لم يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو هناك كان محاولة من قبل حزب الله للوصول إلى شركة أمنية في الشمال. هناك شركات أمنية في الشمال قام حزب الله باستهدافهم في مرات سابقة، اليوم على ما يبدو مرة أخرى كان هناك استهداف لهذه الشركة في كريات شموني، ولكن لم ينجح هذا الاستهداف. ولكن في حال كنا نتحدث عن هذه الحالات، إذا حزب الله يملك الكثير من المعلومات، ويعني المحاولات المتكررة هذه لإصابة أهداف حساسة جدا واستراتيجية للجيش الإسرائيلي، كما رأينا أيضا في الأسبوع السابق بجانب يعني مفرق جولاني، هي طبعا إشارة حمراء بالنسبة للجانب الإسرائيلي عن قدرات حزب الله مرة أخرى، يعني يثبت في نهاية الأمر أنه يملك قدرات أكبر بكثير مما يتوقعه الجيش الإسرائيلي. اليوم أيضا سمعنا خطاب لنصر الله الذي رد على نتنياهو الذي كان قبل يومين في الشمال، وقال أن هناك مفاجآت لحزب الله. يقول له نصر الله المفاجآت أتت في 7 أكتوبر، بعدها في 8 أكتوبر عندما انضمينا إلى هذه المعركة، وسوف تستمر هذه المفاجآت في المستقبل، يقول له نصر الله. وليس صادين مراسلنا من الحدود الشمالية الإسرائيلية، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وعودة لك سيد أمير، يعني استمعنا لما قاله مراسلنا بليغ صلاحدين بأن يعني هناك انفجار كبير الآن في الأثناء في الشمال، ونشاهد بأن احتدام المعارك والتصعيد في أيضا في تزامن مع حديث وخطاب الأمين العام حسن نصر الله في الشمال. أنت تذكر في العام 2006 حينما نصر الله ذاته هو معنا منذ العام 92 نصر الله ذاته هدد وبعدها نفذ تهديده في مسألة ما بعد حيفا وباتجاه تل أبيب. هذه المرة توجد قواعد لعبة واضحة للحدود مع إسرائيل وإلى الشمال من الحدود، رغم أن إسرائيل تغير على بعلبك أهداف لحزب الله في عدد القتلى. إسرائيل تتفوق على حزب الله، ولكن هذا خالي من أي أهمية، لأن نصر الله مستعد على تحمل النتيجة، لأنه يريد أن يظهر لحماس ولإيران وتحديدا لسكان الجليل أنه لا ينوي التوقف. لذلك أنت تسمع كل تهديدات جالانت ونتنياهو، تهديدات لا أهمية لها لأنها لا تردع حزب الله مما يقوم به. حزب الله وفق حساباته لا يريد أكثر، لذلك فقط حينما تكون صفقة توقف القتال في الجنوب سيكون وقف الإطلاق النار في الشمال، ومعها مفاوضات دبلوماسية بشأن مطالب لبنان والتعديلات التي تشمل 12 أو 13 نقطة. هذا ما الذي وننتظر قرار سوريا بشأن متارع 7. سأعود معك أيضا الحديث أيضا عن قرار المحكمة وما يحدث الآن في رفاح. على ما يبدو أن بعد القرار الذي حصل من المحكمة لا يوجد شيء تغير، والجيش الإسرائيلي يقصف بقوة في رفاح.
ما شكوري برفيح الذي يحدث في رفح الآن هو ما يطلق عليه أمريكيا وما تقول المحكمة أنها عملية عسكرية. وهم قالوا أوقف هذه العملية. لو كانت إسرائيل ذكية وحكيمة كانت ستقول نحن لا نريد عملية عسكرية، نحن نريد أن نرتكز على عمليات لإنقاذ المخطوفين. المخطوفون موجودون هناك ربما مع السنوار محمد ضيف، نحن نبحث فقط من أجل الإخراج عنهم. لكي نفعل ذلك نحن بحاجة إلى الوصول إلى أماكن فوق وتحت الأرض في رفح. لكننا نحن أنهينا العمليات العسكرية الكلاسيكية، العمليات ضد كتائب حماس. واضح أنه خلال عمليات الإفراج عن المخطوفين ستكون هناك اشتباكات، ولكن إسرائيل تصير. نتنياهو كانت لديه ورقتان، ورقة مهمة ورقة مهمة وقف الحرب، الورقة الأقلمية والتنازل عن رفح، ولكنه فقد الورقتين لأن الآن هو لا يستطيع أن يقرر بشكل أحادي جانب وقف الحرب، ولا يستطيع وقف العملية في رفح لأن بنغفير وسموتريتش يتربسان له، وهو في ورطة، وغانس وأيزاكوت بشكل مؤكد في طريقهم إلى الخروج من الحكومة. يعني إذا قلنا أن الهدف الرئيس من المحكمة في هذا القرار هي أن تضغط على نتنياهو، نشاهد أن هذا القرار يوحد الشارع الإسرائيلي بأكمله حول نتنياهو وحكومته. الخوف بإسرائيل أنا لا أدري في ما أنت أمر. لا أعرف على ماذا تستند حينما تقول أن الشارع يستند. صحيح أنه دائما يكون نوع من الوحدة، ولكن لو كان القرار بيد الشارع نتنياهو لما كان رئيس للحكومة وكانت هذه الحكومة ستنهار. المهم هو هل لأن المحكمة بشكل ذكي أدخل السياسة الأمريكية إلى داخل القرار، ما الذي سيحدث حينما ستقول إسرائيل لا وسيصل الأمر إلى مجلس الأمن؟ هل ستفرض الولايات المتحدة الفيتو على مشروع قرار هي تؤيده؟ لذلك هذا ليس بسيط، وسنكون بحاجة إلى أشخاص أكثر حكمة ليقرروا في إسرائيل ربما مطلع الأسبوع القادم واتخاذ قرارات جديدة. يعني كانت هناك أيضا ردود فعل غاضبة قول من سموتريتش وبنغفير الوزراء في الحكومة، ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى حملة مشاورات وزارية واستثنى منها في عقاب طبعا قرار المحكمة، استثنى منها الوزراء في مجلس الحرب غانس وأيزنكوت. لماذا؟ كان ولاشي ليفوتام هو لم يشاركهم لأنه يعرف أنهم لن ينتظروا الثامن من حزيران، لأنهم بعد أسبوعين في أقصى حد سيتركون الحكومة. هو قال لا لغانس قبل أسبوع، وأيزنكوت يدفع باتجاه الخروج الآن من الحكومة، وحتى لو كان شاورهم وكان سيتخذ ما يوصيه سموتريتش وبنغفير الذي اليوم السياسة في إسرائيل هم الوزراء على يمين نتنياهو بنغفير وسموتريتش، ولكن أشخاص مثل يريب ليفين وآخرون في كتلة الليكود. نتنياهو يمكن فقط أن يفرض الفيتو على قرارات الآخرين، لا توجد أي مبادرة لنتنياهو، ولو كانت هناك مبادرة لما نجح بتمريره في الكابينيت. نعم. إلى شأن آخر، أصيب جندي احتياط إسرائيلي بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن جندي احتياط من الكتيبة 6828 التابعة للواء بالمساخ أصيب بجروح خطيرة خلال معارك جرت في شمال قطاع غزة، وأشار الجيش أنه تم نقل الجندي المصاب الذي لم يذكر اسمه لتلقي العلاج بأحد المستشفيات فيما جرى إبلاغ عائلته. توجه الآن مرة أخرى إلى قطاع غزة وصاحب المختص في الشأن الفلسطيني ضياء حسن. إذا ضياء حسن، مرة أخرى هناك كان ترحيب من قبل حركة حماس في قرار المحكمة لوقف الحرب العملية البرية في رفح، ولكن مرة أخرى لا يوجد قرار لوقف الحرب، والحرب مستمرة والقصف الإسرائيلي مستمر.
هذا صحيح باعتقاد يعني قرار محكمة العدل الدولية رغم أهميته، لكن أعتقد إسرائيل لن تلتزم بتنفيذه. معروف أن إسرائيل تتجاوز كل القوانين وتعتبر نفسها فوق كل القوانين، ويعني هي تستغل الدعم الأمريكي لها بشكل كبير على المستوى السياسي، ورأينا الموقف الأمريكي أيضا المندد بقرار المحكمة. ولذلك إسرائيل تستغل مثل هذه المواقف الأمريكية، وأصلا تعول على الموقف الأمريكي في استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن عندما سيصوت على قرار المحكمة الدولية لإلزام إسرائيل بوقف عملياتها في رفح، لأن هذا القرار سيتحول لمجلس الأمن الدولي للتصويت عليه، وباعتقادي أمريكا ستستخدم الفيتو لمنع تنفيذ القرار، وبذلك سيكون لاغيا هذا القرار ولم يعد له أي أهمية. لكنه على الأقل على المستوى الدبلوماسي على المستوى السياسي في العالم له أهمية، على الأقل سيكون من خلال ربما مواقف أوروبية أكثر تنديدا بعملية الاحتلال في رفح. صحيح حماس كانت تقول أو قالت إنها كانت تأمل بأن يكون ذلك يشمل كل مناطق قطاع غزة، حتى رأينا موقف من الرئاسة الفلسطينية رحبت بهذا القرار وقالت إنها تأمل بأن يكون ذلك مقدمة لوقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة وإدخال المساعدات لقطاع غزة وفتح المعابر، وطالبت دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الدولي فورا. لكن التطور ربما اللافت هو الاتفاق المصري الفلسطيني الأمريكي بعد اتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والاتفاق على إدخال بضائع إلى قطاع غزة بعد ساعة نحو ساعة تقريبا من قرار المحكمة العدل الدولية، والتي نصت في أحد قراراتها على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح. ولذلك هناك اتفاق الآن أمريكي مصري وكذلك مصري فلسطيني مع السلطة الفلسطينية لإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين إيجاد آلية لإعادة فتح معبر رفح، وباعتقادي هذا أتى بجهد أمريكي لمحاولة الالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية. حركة حماس لم تعلق على هذا الموقف الذي أعلنته الرئاسة المصرية من جهة والرئاسة الفلسطينية من جهة أخرى، ولذلك باعتقادي ما يجري حاليا حماس ورغم الترحيب بها لكن لا أعتقد أنها تعول على موقف المحكمة بشكل كبير لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على رفح أو حتى بوقف عدوانها على قطاع غزة، وهي تعرف أن إسرائيل تتجاهل القوانين الدولية، وكذلك هنا السكان في قطاع غزة لا يعولون كثيرا على ما خرج من قرار في محكمة العدل الدولية، لأنهم يفهمون تماما أن الموقف الإسرائيلي طالما لا زال مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية سيبقى رهن كل ذلك رهن الموقف الأمريكي، أي بمعنى أن الموقف الأمريكي الوحيد الذي يمكن أن يغير أو يضغط على إسرائيل فعليا ربما لوقف عمليتها في رفح. لكن كما قلنا قبل أيام يبدو أن الولايات المتحدة رفعت الفيتو الذي كانت تضعه على العملية العسكرية برفح، ولذلك سمحت لإسرائيل ببدء هذا الهجوم ولا زال يتعمق هذا الهجوم. الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معي من قطاع غزة. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحركة حماس، وجاء تصريحات بوريل ردا على مهاجمة إسرائيل لقرار دول أوروبية الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية وتحويل الأمر لمعاداة السامية. هنا أريد أن أعود مرة أخرى إلى ضيفي سيد أمير أورن. سيد أمير أورن، في ظل عقاب قرار المحكمة وعدم استجابة إسرائيل لهذا القرار وربما تكون له تبعات وفرض عقوبات أوروبية على الدول، هل ممكن أن بعض هذه العقوبات أن تكون دول أوروبية أخرى تتخذ خطوة كل من إيرلندا والنرويج وإسبانيا وتعلن على فلسطين كدولة؟ لا، متصادق هذا. لا، من ناحية واحدة هناك وكأنه ارتباط في الأمور، ولكن الأمور غير مرتبطة. هذه الدول منذ أكثر من 10 سنوات وحتى من عام 2011 حينما طالب بذلك محمود عباس، هذه الدول تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن يعترفون بماذا؟ بأي عاصمة وبأي حدود؟ الاعتراف المبدئي لا يكفي. إذا ما عدنا إلى مسألة رفح، ما الذي يرغب به الجيش هو الوصول إلى محور فيلادلفيا وسد الأنفاق التي يتم استخدامها للتهريب الأسلحة. لنفترض أن الجيش الإسرائيلي قام بهذا، هو عليه أن يضمن تحويل الطعام
وإدخالها، لذلك المعارك ستستمر. ولكن ما الذي بإمكان إسرائيل أن تقوله؟ أن تقول أنه رغم أن حماس ليس جهة في دعوة جنوب أفريقيا، لكن الجهة هي المدنيين الفلسطينيين. المحكمة العليا طالبت حماس بالإفراج عن المخطوفين. إسرائيل بإمكانها أن تقول أن هناك ربط بين ما نحن في إسرائيل نقوم به وبين التصرفات حماس. لتفرج حماس عن المخطوفين سنوقف عملية رفح. لكن نقطة أيضا مهمة تحدث عنها ضياء حسن هي عن الفيتو الأمريكي، وفي إسرائيل هناك توقع أن يكون هناك فيتو أمريكي، ولكن هل يجب أن يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة الكونغرس للخطاب لكي لا يغضب رئيس الرئيس الأمريكي؟ عفوا، مرة أخرى أمران مختلفان. الفيتو لن يحدث غدا، المحكمة منحت شهر لكي ترد إسرائيل على القرار، وبعدها سترد جنوب أفريقيا. لدينا متسع الوقت بشأن المحكمة. هذا لن نصل سريعا إلى المحكمة، إلى مجلس الأمن. بايدن يريد إنهاء هذه الحرب قبل المؤتمر الديمقراطي عشية الانتخابات. هو يريد صيف هادئ. بايدن لا يريد أن يرى زيارة نتنياهو. إذا ما تمت دعوة نتنياهو قبل الجمهوريين، فعلينا ألا نتفاجأ أنه حينها يغيب بايدن عن هذا، لأنه لا يريد أن يراه، وهذا سيكون محرج أن يكون في واشنطن ولن يتم دعوة نتنياهو. لذلك سيحاول التملص من ذلك. إذا من نتنياهو فعل كما فعل في 2015، لبى دعوة الجمهوريين في الكونغرس رغم أنف أوباما، إذا ما لعب اللعبة ذاتها، ونحن أشهر قبل الانتخابات في 2015، هذا كان عدة عامين قبل الانتخابات، وترامب لم يكن حتى مرشح. إذا ما قام بذلك الآن وتدخل في اللعبة السياسية الأمريكية في ظل تظاهرات ضده، فهذا واضح. ستكون هناك تظاهرات ودعوات واتهام إسرائيل بالقتل. إذا ما كان لدى نتنياهو مستشار حقيقي، هو سيتنازل عن هذه الدعوة، لكنه سيأتي بعد الانتخابات في أمريكا. أمير أورن، خبير في الشؤون السياسية والأمنية، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وبذلك أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه التغطية. شكرا لكم على طيب المشاهدة، وإلى اللقاء.